مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من شوط إضافي لليوم. وفيها لفتة إنسانية من كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي يرسل طائرة مساعدات لمتضرري الزلازل في سوريا وتركيا. تتابعون كذلك خسارة ثانية لمنتخب سوريا للشباب في بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما، وريمونتادا أرسنال ضد بورنموث تعيده لصدارة البريمير ليج، واحتفاء واسع بهدف المنقذ نيلسون. قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أرسل طائرة مساعدات إلى المناطق التي دمرها الزلزال في سوريا وتركيا بهدف مساعدة المتضررين. نتابع أبرز ما نشرته الصحيفة حول هذه المبادرة الإنسانية من نجم فريق النصر السعودي. بعد خسارته أمام أوزبكستان، تلقى منتخب سوريا للشباب هزيمته الثانية على التوالي في بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما، وكانت أمام إندونيسيا بنتيجة هدف وحيد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب لوكوموتيف في العاصمة طشقند ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ليتذيل بذلك ترتيب المجموعة الأولى دون أي نقطة خلف إندونيسيا والعراق وأوزبكستان المتصدرة. موقع أثر بريس انتقد منتخب الشباب وقال إن كان عذره في الخسارة الأولى أنه لعب أمام منتخب الدولة المستضيفة أي أوزبكستان وأمام 30,000 متفرج، فما هو عذره في الخسارة بهدف أمام منتخب إندونيسيا المنتخب المتواضع الذي خسر بهدفين نظيفين أيضا في المباراة الأولى أمام المنتخب العراقي. منتخب الشباب في مباراته أمام إندونيسيا لم يختلف كثيرا عن حاله أمام أوزبكستان، منتخب غير مترابط يلعب بلا روح ولا تركيز، تمريرات خاطئة ومقطوعة ولا خطة واضحة للعب لدى هذا المنتخب. نقرأ أيضا بعض ردود الفعل على هذه الهزيمة من الصحفي الرياضي مازن الريس الذي كتب في حسابه على فيسبوك قائلا: بعد خسارة سوريا من أندونيسيا في كأس آسيا تحت 20 عام، يجب أن نتذكر بأن أندونيسيا ستستضيف بطولة العالم القادمة للشباب واستعدت بشكل جيد لكأس آسيا. الخسارة مع أندونيسيا ليست نهاية العالم، وعلينا أن نعرف حجمنا الحالي إذا أردنا التطور، علما أن منتخب سوريا كان دون شك قادرا على الفوز. أولى خطوات الإصلاح تتعلق بالاستقرار والابتعاد عن ردات الفعل التي تعتبر تهربا من المسؤولية لا أكثر. بعد انتهاء البطولة يجب أن نحلل بروية ما حدث ونتجاوز الكثير من السلبيات التي ظهرت في أول مباراتين. الخسارة تقع على عاتق اتحاد الكرة ومن ثم الكادر الفني وإعلام التطبيل وأخيرا اللاعبين. تعليق كذلك من ياسين قال فيه: سوريا حاليا للأسف مشاكل أكثر من كرة القدم، الله يكون بعونهم.
زياد كذلك الأمر علق عبر حسابه في فيسبوك وقال: أحلام السوريين كبيرة وعملهم لتحقيق هذه الأحلام قليلة، لذلك لن يتحقق أي حلم وسنبقى نحلم والباقين تتحقق أحلامهم. إندونيسيا كان المنتخب السوري يفوز عليهم بعدد من الأهداف، هم خططوا وتطوروا ونحن نعيش في الأحلام. في مباراة دراماتيكية قلب أرسنال الطاولة على ضيفه بورنموث وحول تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإمارات لحساب الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقع على هدفي بورنموث كل من فيليب بيلينغ ومارك سينيسي، حيث بقي أصحاب الأرض متأخرين بفارق الهدفين حتى الدقيقة 62 والتي شهدت انتفاضة الغانرز وإحرازهم ثلاثة أهداف عبر توماس بارتي وبين وايت وريس نيلسون. بذلك حافظ أرسنال على فارق 5 نقاط بينه وبين مطارده مان سيتي، إذ أصبح يملك 63 نقطة في الصدارة، بينما رفع السيتي رصيده إلى 58 نقطة بعد فوزه على نيوكاسل بهدفين نظيفين. إذن الملحمة المثيرة بين أرسنال وبورنموث أفرزت لنا عديدا من الأرقام القياسية نتعرف إليها معا في هذا العرض. هدف بيلينغ في شباك أرسنال أصبح هو الثاني أسرع هدف في تاريخ البريمير ليج بعد هدف شين لونغ لاعب ساوثامبتون السابق ضد نادي واتفورد في 2019، والذي أتى بعد 7.69 ثانية، وطبعا هذا الهدف كان بعد 9.11 ثانية في شباك نادي أرسنال. حالتان فقط أعزائي المشاهدين في تاريخ الدوري الإنجليزي شهدت فوزا لفريق تأخر في الدقيقة الأولى وسجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة. الأولى كذلك كانت لنادي أرسنال، ولكن في عام 2007 عندما تأخر أمام نادي فولهام. ساهم نيلسون هذا اللاعب الشاب، ساهم بخمسة أهداف هذا الموسم، حيث سجل ثلاثة وصنع هدفين، وهو طبعا كان يجلس على مقاعد البدلاء طول الوقت، لذلك يعد هذا رقما قياسيا بالنسبة لبديل في تشكيلة نادي أرسنال. كما شهدت هذه المباراة ضد نادي بورنموث خلو تشكيل الغانرز من أي لاعب خاض مباراة تنافسية تحت قيادة المدرب الأسطورة أرسن فينجر للمرة الأولى منذ عام 96، حينما خاض الفريق مواجهة ضد أستون فيلا في مسابقة كأس الرابطة. الصحف الإنجليزية كذلك طبعا التي صدرت اليوم اهتمت بفوز أرسنال المثير، وكذلك تصريحات أطلقها مدرب نادي مانشستر يونايتد تنهاج عن خروج رونالدو من الفريق. نبدأ مع ديلي ميل البريطانية التي عنونت وقالت: أيام جنونية، لحظة أرتيتا الجميلة مع تمسك أرسنال بفارق 5 نقاط في الصدارة وعودة في اللحظة الأخيرة. صحيفة الديلي إكسبريس هي الأخرى كذلك عنونت وقالت: الإعجاب بنيلسون، المدربون يتوسلون للهدوء، كلوب وتنهاج يطالبون الجماهير بتجنب الهتافات المسيئة. طبعا انطلقت قبل قليل كما نعلم مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول على أرضية ملعب الأخير في أنفيلد، لذلك كان هناك يعني تصريح أو بيانات لمدربي الفريقين بالنسبة لتنهاج وكلوب بأن يتم تجنب الهتافات المسيئة لكي تكون الكرة لا تخرج عن نطاق كرة القدم بالنسبة للمباراة أقصد. تنهاج قال: لم يرتجف لي جفن مع رحيلي رونالدو. طبعا هذا الكلام أثار كثيرا من الحبر في الصحافة الإنجليزية، لأن تنهاج كان قد التقى مع بعض الصحف أو مقابلة كانت له في إحدى الصحف وتحدث، سألوه عن لماذا خرج رونالدو من الفريق، قال الرجل بأن هناك كان فوضى في الفريق. طبعا هو لم يشر لرونالدو، ولكن قال بشكل عام بأن يجب على اللاعبين الكبار الالتزام بالتعليمات، إن لم تضع تعليمات محددة وقواعد وانضباط داخل صفوف الفريق فذلك سوف ينتقل إلى أرضية الملعب. حينما قال له بأن هل كان رونالدو هو سببا في هذه الفوضى، عاد الرجل يجيب بأن نعم كان هناك فوضى سببها هو رونالدو، وقال بأنني عندما اتخذت هذا القرار لم يعني أفكر أو لم يذهب أو يطير النوم من عيني، لذلك الرجل كان مرتاحا. وها هنا نشاهد نحن نتائج مانشستر يونايتد في بعد رحيل الدون كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، يقدم أداء جيدا، هو حاليا في ثالث الترتيب بالنسبة للدوري الإنجليزي بعد أرسنال ونادي مانشستر سيتي. ستار سبورت أيضا كتبت حول هذه الواقعة قائلة:
نيلسون في القيادة، وضع القانون تنهاك طبعا نفس العناوين تقريبا. كان يتوجب علي ركل رونالدو، كلمة كبيرة يقولها تنهاك. المدربون الهتافات الدنيئة يجب أن تتوقف، كذلك كما ذكرنا بالنسبة لهتافات الفريقين مانشستر يونايتد وليفربول ضد بعضهم البعض. بعض التغريدات كذلك أعزائي نشاهدها في حسابات المتابعين للمباراة. محمد عواد: الطريقة التي يقاتل فيها أرسنال من أجل حلمه درس حقيقي في الحياة. مجموعة شباب تم صقل ذهنيتهم وشخصيتهم، لا يلجؤون للحماس ولا للانفعال، فقط يؤمن كل منهم بالآخر ويؤمنون معا بأحلامهم. تغريدة أيضا من حساب حسين وهبي يقول: نخلي الإدرينالين يهدى ونحكي بهدوء، أرسنال لا يمكن أن يضع نفسه بهذه الوضعية في كل مباراة. طبعا يتحدث الرجل ويقول عن موضوع التأخر بنتيجة أمام بورنموث بهدفين، خاصة وأن خصمه المباشر في هذا الصراع هو مانشستر سيتي. العودة من بعيد في كل مرة رغم أنها جيدة، يقول حسين، معنويا لكنها مرهقة بدنيا. أرسنال يجب أن يبدأ أفضل إذا أراد الدوري، لأن انزلاق واحد مكلف بالنسبة لنادي أرسنال، خصوصا بعد الهدف الذي تلقاه مبكرا بعد 9.11 ثانية في مباراة الأمس. بعد ما شفت الماتش تاني، لمسات اليد في البريمير ليج متكررة بشكل غريب، ودائما لازم يبقى الخطأ واضح بزيادة، وده في رأيي مش صح. طبعا هذا محمود ضياء يقول: بس لو مدينا الخط في كل حاجة، أرسنال لي ضربة جزاء تومياسو لمسات اليد 3-2 منهم مش حيتحسبوا، والثالثة الكرة نزلت على إيد لعيب بورموث، ده تهور ممكن جدا تتحسب. طبعا تعليق أخير على هذه التغريدة، هناك كان يعني جدل حول لمسات اليد بالنسبة لنادي الأرسنال، حدثت الكثير من اللمسات، ولكن الحكم في تلك المباراة لم يتدخل ولم يحتسب لأرسنال أي ركلة جزاء من تلك الحالات. ولو قدر للمباراة أن تنتهي بنتيجة التعادل أو الخسارة لأرسنال، كان سوف يكون هناك حديث كثير في الصحافة أو حتى داخل أروقة الدوري الإنجليزي الممتاز. إذن من إنجلترا إلى فرنسا، ماكينة الأهداف التي لا تهدأ. كيليان مبابي أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافاً في تاريخ نادي باريس سان جيرمان بعد تسجيله الهدف الرابع لفريقه في مرمى نادي نانت في المباراة التي انتهت بأربعة أهداف لهدفين ضمن الجولة 26 من الدوري الفرنسي. تعالوا مشاهدينا نستعرض تفاصيل هذا الإنجاز لهذا النجم الشاب. انفرد مبابي بالرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ الفريق الباريسي، سجل طبعا 200 وهدف في 247 مباراة خاضها مع الفريق. مبابي تقدم على الأوروغوياني إيدنسون كافاني، هذا اللاعب السابق في نادي باريس سان جيرمان طبعا، الذي لديه 200 هدف في 301 مباراة. نجم فرنسا الأول حقق هذا الرقم القياسي وعمره الآن 24 عاما، بينما كافاني سجل هدف رقم 200 عندما كان يبلغ من العمر 33 عاما. كذلك النجم الفرنسي حقق هذا الإنجاز في أقل من 6 أعوام خلال مشاركته مع الفريق الباريسي منذ أن أتى في صيف عام 2017 قادما من صفوف نادي موناكو. يستعد الملاكم الأردني زياد عشيش لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بعد تصدره للتصنيف العالمي، حيث يطمح لبلوغ الأولمبياد للمرة الثانية في مسيرته. بصراحة علي ضغط بعد التصنيف، لأنه كل العالم قاعد بتستنى مني إنجاز جديد. إن شاء الله راح أكون قدها، راح أجيب الميداليات اللي هم نفسهم فيها واللي أنا نفسي فيها وهي طموحي، وإن شاء الله يا رب يقدرني. 2-3 مثلا 1-2 دفاع 1-2-3. كنت وأنا صغير شوي حرك وزي ما بيحكون مشكلجي، ف أبوي بعثني على نادي عند عمي عشان أفضي طاقتي وأخف من المشاكل اللي بعملها. روحت عجبتني الشغلة وظلتني مستمر فيها بصراحة. أيوة
بعدين الناس اللي بيحبون الفرحانين اكثر مني ويعني ومبسوطين وهذا يعني فخر لي. وفي ناس كثير حبت لعبه الملاكم من بعد ما انا تصنفت وهذا وحبوا انه يجربوه. ناس كثير بعثت لي على السوشيال ميديا وحابين انهم يتدربوا وناس بعثت لي ان انا ادرب بس يعني زي ما بتعرف انه انا بس بتدرب. إذا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من شوط إضافي، نلقاكم في حلقات مقبلة. إلى اللقاء.